من الأول كده نصيحة وتحذير، بس مش تحذير اللي هو حاجة كده رخمة، لكن لا تحذير، لأن أنا خايف على أي حد ممكن يكون بيتفرج وعلى الرغم من كده مش واخد إجراءاته، لأن بصراحة اللي جاي أصعب من اللي فات والموجة التانية هتبقى تقيلة. أما بقى الخبر التاني اللي معانا وهو استغاثة نشوى مصطفى بوزارة الصحة عشان تلحقها، لأنها هي كمان اتصابت، ويا ريت يعني فضلا وليس امرا يعني لو مش هيضايقك لايك على الفيديو وكمل معانا مشاهدة للاخر. معظم الفنانين اللي راحوا مهرجان الجونة السينمائي اتصابوا، وحاليا هم موجودين في العزل الصحي المنزلي او في المستشفيات، بعضهم اعلن عن اصابته والبعض الاخر بيخبي ده اعلاميا عشان محدش يعرف عنه حاجة. تابع معانا الحلقة عشان تعرف التفاصيل. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، اهلا وسهلا بيكم. حلقة جديدة مع منعم، نبدأ كلامنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وزي ما حضراتكم شفتوا كده وسمعتم ان معظم الفنانين اللي راحوا مهرجان الجونة السينمائي اتصابوا بالفيروس، وحاليا معظمهم او بعضهم موجودين في العزل الصحي المنزلي، ومنهم اللي اعلن عن ده ومنهم اللي خايف انه يعلن. زي مين؟ اول حد اعلن عن اصابته هو فنان الراب المعروف عند معظم الشباب يعني او معظم الناس اللي بتسمعه، ويجز، وكان اعلن على انستجرام وقال ان هو عمل تحليل وكانت المسحة بتاعته ايجابية، واعلن عن ده لسبب واحد بس، وطبعا ده السبب المحترم اللي يخلي اي حد يعلن عن الاصابة بتاعته، ان طبعا ملهاش دعوة بالشفقة ولا الكلام ده خالص، ولكن هو عشان اي حد كان مخالط ليه، لانه قال انا كنت موجود في الجونة خلال الفترة اللي فاتت، فاي حد مخالط ليه ياريت يروح يطمن على نفسه ويعمل المسحة لنفسه. تاني حد، وده حسب ترتيب اعلانهم للاصابات بتاعتهم على الاكونتات الخاصة بتاعتهم، هي ريم العدل. ريم العدل مش ممثلة ولكن مصممة ازياء، وكانت موجودة هناك في المهرجان وفعلا اعلنت ده على الاكونت بتاعها ان هي اتصابت هي كمان، وبتطلب من اي حد كان مخالط ليها يروح يعزل نفسه. وبعدهم سارة عبد الرحمن، وهي نزلت على الاكونت الخاص بتاعها على الفيسبوك بوست كده كانت بتدعي لأي حد مصاب، لان هي كمان اصبحت مصابة بالفيروس، وكانت بتقول ان ربنا يهون على اي حد مصاب او مصابة بالمرض ده. بعدهم بقى زينب غريب اللي كانت اتشهرت بمسلسل بميت وش، وكانت نزلت بوست كده للحالة بتاعتها وقالت ام بوزيتيف فور كوفيد 19، وكانت طلبت من اي حد مخالط ليها او كان على تعامل مباشر معاها ان هو يروح يحلل ويشوف المسحة بتاعته هتكون ايه. بعدهم بقى كان الكابلز اللي هم علا رشدي واحمد داوود، ودول ما اعلنوش على الاكونتات الخاصة بتاعتهم، ولما فنان ما يعلنش يعني ممكن نقول ان هو مش حابب ان الناس تعرف عنه، لكن الهدف الاساسي من الاعلان لحاجة زي دي ان الناس تاخد الحذر بتاعها، وان اي حد مخالط يفهم ويعرف ليه يعني يلحق يروح على الاقل يحلل ويفهم القصة فيها ايه. لكن هي كانوا ما اعلنوش حاجة زي دي، والمقربين ليهم هم اللي اعلنوا ان هم حاليا في العزل المنزلي، وان مفيش حد بيزورهم ولا بيقرب منهم لانهم بيتبعوا بروتوكول الحجر الصحي المنزلي. وبعدهم الفنانة بسمة اللي ما اعلنتش ده على الاكونتات الخاصة بتاعتها او في تصريحات، ولكن اللي اعلن هو الصحفي هاني العزب على الصفحة بتاعته على الفيسبوك، وكان اعلن ان هي ما قالتش يعني حاجة زي دي، لكن هو قال ان يجب على كل المخالطين ليها او الناس اللي كان ليها تعامل مباشر معاها ان هي تروح وتحلل وتطمن على نفسها. وطبعا واضح من كتر الحالات اللي اتصابوا بيها، لان الناس دي كانوا مخالطين بشكل كبير قوي، وكان في تعامل مباشر بينهم وبين بعض، وما كانش في اي اجراءات احترازية غير في بعض الحالات لما كانت بوسي شلبي مثلا بتصور او كده، فهي خلتهم او اجبرتهم وهي ماسكه الموبايل وبتصور ان هم يلتزموا بالاجراءات الصحيه يعني، لكن هم عندهم ما يكفي من يخليهم مش عايزين يلبسوا الكمامات او مش عايزين يتبعوا الاجراءات الوقائيه، او الناس نسيت الموجه الاولانيه اللي كانت موجوده الايام اللي فاتت، لدرجه ان الاصابات بتاعتهم كانت كبيره جدا، وكتير قوي منهم ما اعلنش
ومش هيعلن الا لو الناس عرفت بالصدفة كده او عن طريق اخبار عادية انهم يعرفوا ان الناس دي اتصابت. طيب كمان توصل الموضوع الى نشوى مصطفى، وانا معرفش هل هي كانت في المهرجان ولا لا، لكن نشوى مصطفى من 3 ايام كانت اعلنت ان هي عملت اشعة على الرئة وتم ثبوت ان هي فعلا مصابة بالمرض وان هي حالتها دلوقتي سيئة جدا. كمان بعدها بيوم كانت نزلت بوست صعب قوي بتقول فيه بموت حرفيا، بروتوكول العلاج ما عملش حاجة، لان هي كانت في العزل المنزلي، كانت في بيتها يعني، ما عملش حاجة، حد يساعدني من وزارة الصحة ويقول لي اروح انهي مستشفى. واللي استجاب للكلام ده هو نقيب الممثلين، وابتدى فعلا يتصرف واحدة واحدة لحد ما ابنها هو اللي نزل بوست من على الاكاونت بتاعها من على الفيسبوك وهم داخل عربية الاسعاف، وكان منزل البوست بيقول انا ابن نشوى مصطفى وهو رايح دلوقتي، رايحين دلوقتي على المستشفى واحنا داخل عربية الاسعاف وبنطلب من كل الناس الدعاء لوالدتي. طيب الكلام ده بقى كان على الفنانين، اما بقى بالنسبة للوضع الصحي بالنسبة لنا احنا، فياريت يا جماعة ناخد بالنا، لان في فنانين كتير ما اعلنوش ان هم اتصابوا، في فنانين كتير كانوا مخالطين حتى لو هم كانوا بيدعوا ان هم بيتبعوا الاجراءات الاحترازية. يا ريت نفتكر الايام اللي كنا عايشينها قبل ما البلد ترجع تفتح تاني، او الموجة الاولانية اللي كانت موجودة وايام الحظر والناس كانت قاعدة في بيوتها. يا ريت نفتكر الكلام ده، لان الموجة اللي جاية هتبقى اصعب بكتير. وانا بقول الكلام ده حتى لو انت معتبره تخويف، لكن هو ابدا هو مجرد نصيحة، نصيحة ان احنا لازم ناخد بالنا، لان لو واحد اتضر بيضر كتير اوي حواليه. احنا مش عايزين الواحد ده اصلا يتضر، عايزين الناس تاخد بالها خلال الفترة اللي جاية. وطبعا اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك، ما تجيش تقول لا ما هو لو هتيجي هتيجي. اه طبعا هو النصيب مكتوب ومحتوم، ولكن اعمل اللي عليا واجتهد عشان احافظ على نفسي وعلى اسرتي، لان لو واحد داخل اسرة حصل له حاجة بقية الاسرة الدنيا كلها معاها بتبوظ. والله اعلم الفترة اللي جاية هل هيبقى فيه فعلا ان احنا نقدر نقاوم الفيروس ده، ولا الوضع اللي جاي هيبقى عامل ازاي. انا اسف ان كلامي ممكن يكون بايخ حبتين او مش على الطبيعي، لكن معلش اعذروني ان انا بواجبي ان انا انصح بس مش اكتر، وبنصح نفسي قبليكم ان احنا لازم نتبع الاجراءات الوقائية عشان الفترة اللي جاية الوضع ممكن يبقى اصعب بكتير من اللي فاتت. وده مش كلامي لان انا مش خبير او بفهم او في حتة زي دي، ولكن ده كلام كل المنظمات اللي جوه مصر او المنظمات حتى العالمية، كل الناس اللي خبراء بالمجال ده قالوا ان اللي جاي اكيد هيبقى اصعب من اللي فات، وان حركة الفيروس ممكن تكون اشرس. ولحد هنا انتهت الحلقة بتاعتنا، ويا رب يا رب لما نتقابل المرة اللي جاية تكونوا كلكم بخير. وكان معاكم منعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.